بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طلبتي الأعزاء، أبناء مدرسة الوطن العربي الفاضلة، حياكم الله. الصف الأول الثانوي الأدبي، اليوم سنبدأ بشرح درس الإبدال. فما هو الإبدال؟ الإبدال وجعل حرف المكان حرف آخر ويكون في الحروف الصحيحة وفي الحروف المعتلة في صيغ محددة. صيغ الأوزان التي تأتي عليها الكلمة التي حصل فيها الإبدال هي صيغ افتعل، مشتقاتها ومصادرها بشرط أن تكون فاؤها أحد الحروف التالية: الواو أو الزين أو الدال أو الدال أو الطاء أو الصاد أو الضم. الأوزان التي تأتي عليها الكلمة التي حصل فيها الإبدال هي افتعل أو يفتعل أو تفتعل أو افتعل أو افتعال أو مفتعل. سنبدأ بإبدال الكلمة التي يكون حرف فائها واو. تبدل هذه الواو تاء ثم تضغم في تاء الافتعال، كما في اتصل، أصل اتصل انتصل، بدليل أن ماضيها المجرد وصل، فوصل فاؤها واو. نلاحظ أن فاء افتعل واو، وعليه يكون الإبدال اتصل على وزن افتعل، أصلها انتصل، تبدل الواو تاء فتصبح اتصل بتاء الافتعال وتاء المبدلة من الواو، ثم تبدل ثم تدغم التاء المبدلة بتاء الافتعال لتصبح اتصل. فنرجع في هذه الصورة الأخيرة إلى صورتها الأولى. هات الثلاثي المجرد مما يأتي: اتقى، اتفاق، اتزان. نذهب إلى المجرد اتقى، أصلها وقع أو مجردها وقع، اتفاق مجردها وفق، واتزان مجردها وزن. والآن وضح عزيزي الطالب الإبدال في الكلمات التالية: اتكاء مجردها وكلا، فاؤها واو، وزنها افتعال، أصلها اتكال. أبدلنا الواو تاء لتصبح اتكال بتاء ثم تاء مبدلة لتصبح بصورتها النهائية اتكال بتضعيف التاء. ولا ننسى أن التاء هنا المشددة عبارة عن تاء مبدلة من واو أصلية وتاء الوزن افتعال. أيضا في اتفاق واتزان مجردها وفق، فاؤها واو، تبدل هذه الواو تاء تضغم بالتاء الوزن افتعال لتصبح اتفاق بتشديد التاء. أيضا في اتزان أصلها مجردها وزن، أصلها اتزان، تبدل الواو تاء لتصبح اتزان بتضعيف التاء والتاء المضاعفة عبارة عن التاء الأصلية من وزن افتعال والتاء المبدلة من الواو. أيضا هناك إبدال في كلمات على وزن افتعال ومصادرها ومشتقاتها. إذا كان فاء افتعل أو مصادرها أو مشتقاتها زاين أو دالا أو ذالا، وتبدل هذه الحروف دالا في الافتعال. مثال: ازدهر، أصلها زهرة، نلاحظ أن فاء افتعل زاين، زهارة، فاء افتعل فاعل، زهارة، فاء افتعل زاين، وعليه يكون الإبدال ازدهر على وزن افتعل، أصلها زهرة تصبح ازدهر، تبدل تاء افتعل دالا لتصبح ازدهر.
أما في يدعي التي أصلها مجرد دعا، نلاحظ أن فاء يفتعل دالا وعليه يكون الإبدال، يدعي على وزن يفتعل، أصلها دعا تصبح يدعي، تبدأ تاء يفتعل دالا تصبح يدعي، ثم تدغم الدال المبدلة في الدال. والآن عزيزي الطالب وضح الإبدال في الكلمات التالية: ادخر مجردها ذخر، فاؤها دالا ووزنها افتعل تصبح ادخر، تبدل الدال الدال دالا لتصبح ادخر، ثم تضغم الدال والدال لتصبح ادخر. أيضا في ازداد مجردها زاد، فاؤها زايل وزنها افتعل أصلها تادا، تبدل تاء افتعال ذالا لتصبح ازدادا. هناك ايضا ابدالا في الاوزان السابقه من افتعل وصادقه ومشتقاتها: اذا كان تاء الافتعال طا او صار او ض، كاصطلح مجردها صلح، نلاحظ أن فاء افتعل صار صلح، اصطلح على وزن افتعل أصلها اصطلح، تبدل تاء الافتعال طاء لتصبح اصطلح. وأيضا في اضطر مجردها اضطر ضرر، نلاحظ أن فاء افتعل ضادا واضطرم على وزن افتعل أصلها اضطرم، تصبح بإبدال تاء الافتعال طاء لتصبح اضطرم. هذا الثلاثي المجرد مما يأتي: اضطرم أصلها ضرر، اطلع أصلها طلع. وسؤالك الآن عزيزي الطالب وضح الإبدال في الكلمات الآتية: تدخرون، ازدان، متصفا، ازدحام، اصطلى، اضطهاد، واستمر. شكرا لكم، انتظرونا في الدرس الجديد بورقة عمل للإبدال ودودو.